السلام عليكم اخويا نواد. الدراري اللي كيسولوني دائما كيقولوا لي انت الحسن بادي اليوتيوب شحال هادي ومازال ما قلتي لنا بلي واش كتدخل فلوس من يوتيوب او لا؟ الجواب هو ما كندخل حتى ريال. هادشي كنديرو غير باش نموتيفي راسي ونستمر. اليوتيوب راه ما ساهلش، طيب بغيت تفرغ ليه 100% تنتفرغوا ليه حتى 50% مره فاش كتلونسي شي فيديو. الناس بصفه عامه فاش كتفرجوا الفيديوهات تاع لونطريمون ما تكملوش الفيديو، ما كتكونش ديك المشاهده الكامله اللي غادي تدخل لك شويه ديال الفلوس. اليوتيوب راه تنديروه غير باش نستمتعوا وفي نفس الوقت نكونوا ديما اون كونتاكت مع السبور، يعني نبقاو نشوفوا الفيديوهات اللي موتيفيونا اللي خليونا نستمروا ريوسنا ونموتيفيو الدراري حتى هما باش يترينيو واللي جاي غادي يكون خير ان شاء الله. واي حاجه كتجي مع الوقت ما كيهمش دابا ولا ما كيهمش انت غنوصل، الاهم هو غادي يجي واحد الوقيته وغادي نوصل او لا غادي نوصل باي طريقه. دابا راه تنترينيو مع الدراري كما العاده وكنديروا حصص كل واحد كما غتشوفوا في الفيديو ان شاء الله. ما كيهمش شنو كندير في الفيديوهات او لا كندير التكرار ولا اي حاجه، ما كيهمش، المهم هو كندير شي حاجه اللي انا كتموتيفيني وكتخليني ديما نستمر ونتريني. ما كاينش الاعذار الدراري، وراه خدمنا السيريات كثار وباقي كنضربوا في السيريات وباقي كاين بروغرام ديال الوحش ان شاء الله. دابا غادي ندق 40 في ديبس ومن بعد نتلاحوا البروغرام القاصح. يلاه ليتس جو.